أحبتي صغار، السلام عليكم، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية من كتاب المفيد في اللغة العربية للمستوى الأول ابتدائي. أحبتي الصغار، إن شاء الله لدينا حصة جديدة ونص جديد، نص القراءة السيرك في قريتنا. إذن كما قلنا، نص القراءة في هذا اليوم هو بعنوان السيرك في قريتنا. جميل، قبل ما نبداو الحصه ديالنا ما تنساوش اللي ما مشتركش عندي اشتراك، وكذلك ايضا خليوا لي جيم او لايك او شي بصمه لهذا الفيديو هذا. اذا على بركه الله، العنوان السيرك في قريتنا. الاحظ واجيب، ماذا تلاحظ في الصوره؟ اذا ماذا تلاحظون في الصوره؟ اذا لدينا هنا خيمه كبيره، لدينا هنا حيوانات، جيد، ثم بهلوان، مروض أسد، وجمهور يصفق. إذن غنكتبو بهذا الشكل هذا. غنكتبو: ألاحظ خيمة كبيرة داخلها حيوانات وبهلوان وجمهور في المدرجات يصفق. أعيد: ألاحظ خيمة كبيرة داخلها حيوانات وبهلوان وجمهور في المدرجات يصفق. أحسنتم. إذا الآن نمر إلى قراءة هذا النص بالشكل هذا. حل السيرك بقريتنا لأول مرة. نصب العمال خيمة كبيرة، فرح أهل القرية وأتوا أفواجا يتزاحمون. قلت: لا داعي للزحام، المدرجات كافية. جلسنا بنظام، بدأت الفرجة، البهلوان يدخل الكرة في فمه ويخرجها من أذنه. اخترق الأسد دائرة النار، اعتلى قرد ظهر حصان. تعالى الهتاف والتصفيق، أبهج السيرك قلوبنا. إذا نعود نقرأ هذا النص الجميل. حل السيرك بقريتنا لأول مرة، نصب العمال خيمة كبيرة، فرح أهل القرية وأتوا أفواجا يتزاحمون. قلت: لا داعي للزحام، المدرجات كافية. جلسنا بنظام، بدأت الفرجة، البهلوان يدخل الكرة في فمه ويخرجها من أذنه. اخترق الأسد دائرة النار، اعتلى قرد ظهر حصان. تعالى الهتاف والتصفيق، أبهج السيرك قلوبنا. إذا أحسنتم أحبائي الصغار، إذا هذا النص هذا اتقاء قراءة جيدة ومتعددة في المنازل ديالكم، باش هكا غادي تفهموه، وكذلك أيضا باش تجاوبوا على الأسئلة المرافقة له إجابة ماذا صحيحة. جيد، إذا الآن ننتقل إلى فقرة الأسئلة. لدينا السؤال الأول. السؤال الأول يقول: أضع علامة في أمام الشرح المناسب. لدينا الكلمة الأولى تعالى. تعالى هل هي نزل أم ارتفع؟ نزل أم ارتفع؟ إذا قلنا تعالى بمعنى ارتفع. سوف نضع علامة في أمام دائرة ارتفع. جيدة. هتاف، هل هو صياح أو صمت؟ إذا هتاف الجمهور، هل هو صياح الجمهور أو صمته؟ طبيعة الحال فالهتاف هو الصياح، الهتاف هو الصياح. جيد. السؤال الثاني: أركب جملة فيها مدرجات وبهلوان. مدرجات و بهلوان. إذا مثلا غنقولوا هذه، هذه، إذا نتوما الجملة تكتبوها في الدفاتر ديالكم، هذه مدرجات
كبيرة، هذه كبيرة كبيرة، هذه مدرجات كبيرة، هذا بهلوان رائع رائع. إذن هذه مدرجات كبيرة وهذا بهلوان رائع. أحسنتم. سؤال ولي، أملأ شبكات المفردات لكلمة سيرك، بمعنى كل كلمة لها علاقة بالسيرك. جيد، لدينا مثلا مدرجات، المدرجات مدرجات لها علاقة بكلمة سيرك، خيمة كذلك، خيمة لها علاقة بالسيرك، ثم بهلوان مثلا، بهلوان لها علاقة بالسيرك، أسد كذلك، أسد قرد، أسد قرد مثلا، دائرة رار لها علاقة بالسيرك، يعني أي كلمة لها علاقة بالسيرك يمكن لكم تكتبوها. جميل، إذا الآن ننتقل إلى أفهم. إذا السؤال الأول في أفهم، أجيب أين حل السيرك؟ إلى رجعنا النص غنلقاو حل السيرك بقريتنا، حل السيرك أي بقريتنا. جيد، إذا غنكتبو بهذا الشكل، حل السيرك بالقرية، حل السيرك بالقرية. جميل، السؤال الثاني، ماذا اخترق الأسد؟ إلى رجعنا النص غنلقاو اخترق الأسد دائرة النار. هادشي كنقول لكم قراو النص قراءة متعددة باش هكا غتفهموا وكتجاوبوا على أسئلة الفهم إجابات صحيحة. إذا ماذا اخترق الأسد؟ اخترق الأسد دائرة النار، اخترق الأسد دائرة النار. جيد، سؤال موالي، بما قام البهلوان؟ نرجع عاوتاني للنص. إذا هنا البهلوان يدخل الكرة في فمه ويخرجها من أذنه. إذا كتبوا أدخل البهلوان الكرة في فمه وأخرجها من أذنه، أدخل البهلوان الكرة في فمه وأخرجها من أذنه. أحسنتم. السؤال الموالي، ألون بطاقة أشخاص لم يذكروا في النص. أعيد، ألون بطاقات أشخاص لم يذكروا في النص. أهل القرية ذكر، متفرج، إذا متفرج لم تذكر، إذا سوف نلون كلمة متفرج. ثم اختاروا اللون اللي بغيتوا ولونوها. جيد، يعني بهذا الشكل هذا. أحسنتم، بهلوان ذكرت في النص، عمال ذكرت في النص، مروض لم تذكر في النص. إذا غادي نلونوها حتى هي بهذا الشكل هذا لأنها لم تذكر في النص. جيد، حارس كذلك أيضا لم تذكر في النص، سوف نقوم بتلوينها كذلك بهذا الشكل. أحسنتم، إذا جيد. السؤال الموالي، لماذا صفق المتفرجون وهتفوا؟ إذا لماذا صفق المتفرجون وهتفوا؟ إذا بهذا الشكل هذا غادي نقولوا صفق المتفرجون وهتفوا لأن السيرك أبهج قلوبهم، صفق المتفرجون وهتفوا لأن السيرك أبهج قلوبهم. إلى رجع للنص غنلقاوها هنا، تعال الهتاف والتصفيق أبهج السيرك قلوبنا،
اذا احسنتم احبتي احبائي الصغار بهكذا كنكونوا سالينا الحصه ديال اليوم. ما تنساوش اللي ما مشتركش عندي اشتركوا كذلك ايضا خليوا لي جيم هذا الفيديو هذا. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء حتى الحصه المجيه ان شاء الله.